صعبة صعبة يطلب أمسيك من هناك. لو يلعب طبعا أمسيك صعبة داخل منطقة عمليات، تبقى الخطورة دائما. أو ماتيو شاهدنا هدفان لمثلهما قبل دقيقتين من نهاية المباراة. بالنسبة للنابوليتانيين وكأنه انتصار اليوم أمام اي سي ميلانو بهذه الكيفية. لا 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 على كرة القدم، وما فعله ماجيو ثم جيرمان دينيس. اللاعبان الاحتياطيان يسجلان من جانب فريق نابولي، لوكا سيجاريني وجيرمان دينيس، والثقة التي وضعها فيهما والتيرمان.